دكتور سعيد. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شكرا مستر تشيرمان. المشايخ باظت البيوع، انت بتيجي بكوتشي وبتاع وحاجات كده، شوية شوية تجيلنا. طيب طب ما دام انت دخلت كده، بس انا قبل ما اسمح لك بالكلام لازم ارحب بممدوح، ولازم ارحب بالدكتور اشرف، ولازم ارحب بكل ضيوف، وتامر والدكتور علياء. والحقيقه احنا سعداء بانكم موجودين معانا هنا، ونتمنى دايما دايما انكم تكونوا موجودين. انتوا لستم فقط في يعني في اعيننا كده، ولكن في قلوبنا ايضا. فاهلا وسهلا بحضراتكم، ويمكن غدا ما شفتهاش من فتره طويله، انما واضح انه لازم المؤتمر انك انت تيجي، ما ينفعش تبقي نايبه للرئيس وما تبقيش موجوده يعني. فانا سعيد جدا بوجودك. اتفضل يا سعيد، قدامك 3 دقائق. شكرا يا نبيه حاضر. شكرا دكتوره غاده، شكرا دكتور خالد صديق العزيز، شكرا دكتوره غاده على المؤتمر القيم، شكرا شركه استر على دعوتي لالقاء المحاضره بتاعهم النهارده. احنا عندنا صوره مختلفه شويه. طبعا الدابا جلوفلوزين او السكليتون هيبيتورز احنا كلنا اتكلمنا كتير، لدرجه ان الناس لما بتيجي تتكلم ما عادش عارفه تتكلم عن ايه، يعني هنقول ايه جديد. محاضراتنا كلها شكل بعض، والشكل العام مختلف عن الناس وبعضها. احنا مصر طبعا السنه اللي فاتت لما رحنا كاس العالم اللي فات، ربنا يبلغنا كاس العالم ده بعد ما يبلغنا رمضان ان شاء الله، مش كده بيه، كنا واخدين رقم 31 على العالم. احنا في السكر رقم 9 على العالم، وبعد كام سنه هنبقى رقم 8 على العالم. فاحنا مميزين جدا في السكر للاسف كمرض، احنا مش مميزين جدا في علاجه. في ستادي كانت معموله في بعض الدول في العالم كله، يمكن كان في 38 كانترز منهم مصر، اللي هي الديسكفر ستادي، عشان نشوف الكنترول بتاع الدايبيتس قد ايه. كان الميدل ايست من أسوأ الاماكن اللي كانت موجوده، اللي هو كان 8.7 متوسط الهيموجلوبين اي 1 سي. فاحنا مش مميزين قوي، رغم ان مصر من الاماكن الممتازه جدا في علاج السكر. طيب احنا عايزين ايه من العيان بتاعنا، وليه بنعالجه من السكر؟ عشان نخفض الرقم بتاع السكر. ده مهم جدا ان انا اخفض الرقم بتاع السكر، بس الايم ليه اخفض الرقم بتاع السكر؟ عشان اقلل الموربيرتي والمورتاليتي اللي بتحصل مع الكلام ده، سواء المايكرو فاسكولار كومبليكيشن او الماكرو فاسكولار كومبليكيشن. ده الكلام القديم اللي احنا قاعدين نتكلم عليه. طلع في السطح في العشر سنين الاخاره موضوع الهارت فيلير. والهارت فيلير كنا دايما مركزين على ان الهارت فيلير اللي هو ريديوس ايجكشن فراكشن، ده الهارت فيلير اللي هو سيستوليك ديسفانكشن. انما دلوقتي بنبدا نتكلم على الدايستوليك ديسفانكشن، واللي هي بتبدا ايرلي ايفن في البري دايابيتيك ستيت، بتبدا بدري جدا. الفاتي اسيدز بتترسب في المايوكارديوم بتعمل ستيفنس، وده ما بيظهرش على العيان. العيان ما بيشتكيش غير في الاخر خالص لما يحصل سيستوليك ديسفانكشن، ولما باجي عالج في الاخر اوريدي بتكون حصلت موربيديتي وحصلت مورتاليتي. وعشان كيمكال امبيرور في البريزيرفت مطلع نتائج، واعتقد الفتره الجايه الجايد لاينز السنه دي كنا متوقعين ان الجايد لاينز تتغير. ويمكن كان عندنا مشكله في 2019 لما الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي حطت الاسكليت رقم واحد في الناس اللي هم عندهم اسوسكريتد كارديوفاسكولار ديز او هاي ريسك في الاسوسكريتد كارديوفاسكولار ديزيز، ويمكن الاندوكراينولوجيستس كلهم هاجم وقلنا ده الجايد لاينز عاد بتاخد شاي بالياسمين ومرجان راح لهم احمد مرجان، ويمكن استرا بتدفع او حاجه زي كده او الشركات دي بتدفع. وفوجئنا بعد كده الجايد لاينز بتتغير. لسه النايس جايد لاينز طالعه من اسبوعين بتتكلم ان احنا كونسيدرد على طول رقم واحد. اعتقد الاي دي اي برضه طلعت اناونس بتاع الكلام ده، وانا اتصور ان السنه الجايه هيبقى البدايه بتاعتنا ميتفورمين زائد اسجليت وات ايفر كده. ده عشان البروتكشن. ليه؟ لان العيان ده عنده 50% زياده في الريسك بتاع المايكرو فاسكولار كومبليكيشن، 33 في الريسك في هارت فيلير، الاستروك 72% زياده، والام اي 54%. فانا يا فرحتي ان انا انزل بلاك جلوكوز للعيان وانا ما حميتوش، العيان مات مني برضه. ايفن في الاكورد ترايل لما نزلنا كويس او نزلنا ل 6.5 العينين ماتوا 22% زياده. يبقى انا الفكره كلها ان انا عالج السكر which is very important، ولكن to protect the heart و protect the kidney، لان هم دول المين كوز اوف ديث في العينين بتوعنا بتوع الدايبيتس. ازاي نعمل المعادله الصعبه دي؟ هو ده اللي بنتكلم فيه النهارده، ان انا بنزل السكر بايه؟ وات از بيوند الجلايسيميك كنترول. ويا ترى استنى لما بخش في السكندري فيلير وابدا ادور على البروتكشن، ولا المفروض ان انا ابدا البروتكشن فروم ذا ستارت؟ العيان اللي جاي لنا سكر النهارده ده بقاله رحله من 10 ل 12 سنه في البري دايابيتيك ستيت، فيها بازوجينيسيس وفيها انفلاماتوري ماركرز عاليه جدا، ومشاكل الهارت بتاعته بدات تظهر. ولما جاي لي النهارده از سين اوف دايجنوزيس ممكن اكون بشخصه في العنايه المركزه، وهو جاي لي بماكرو فاسكولار كومبليكيشن، يعني اوريدي جاي لي مريض بالقلب. عشان كده ما بنقول السكر النهارده اللي جه للعيان النهارده يساوي بريفيوس مايكاردينال فانكشن في الريسك، بقى عيان قلبه ملطوط اللي جاي له النهارده ولسه ما عندوش اي كومبليكيشن خالص. مشكله كبيره ولازم نغير في الشكل اللي احنا بنتكلم فيه.
طبعا الهارت فيلر هوسبيتاليزيشن بيستهلك الموارد بتاعه الدوله وموارد البشريه وموارد الاقتصاديه. دكتور مصباح قال لي 3 دقائق بس، فعشان كده انا متكهرب خايف منه. الكيدني والهارت هما الجزئين الاساسيين بتوع الكومبليكيشنز بتوع الدايابيتس، وهم دول اللي المفروض بنشتغل عليهم، والاثنين بيبوظوا بعض. لو حصل مشاكل في الكيدني بتاثر على الهارت، ولو حصل في الهارت بياثر على الكيدني. ولو جينا نشوف العلاقه بين الميكروبيومنوريا لها بتزود الريسك كاز اندبندنت ريسك فاكتور فور كارديوفاسكولار ديزيز. كمان الاستيميت جي اف ار لو قل بيزود لي برده نفس المشاكل اللي موجوده. طب انا هعمل ايه لعيان زي ده، ويا ترى ابدا بايه؟ انا محتاج 3 حاجات. اول حاجه خالص ما انساش ان ده مريض سكر، وان انا لازم اظبط السكر بتاع العيان ده. ما انساش الحته دي، لان احنا ما نقدرش نجري على بياند جلايسيميك كنترول والبروتكشن وانا ناسي ان العيان ده ما اتظبطش كسكر. لازم اظبط السكر بتاعه از ايرلي از بوسبل، ويستحسن بدري قوي ابقى انتنسيفلي زي ما الفيريفاي قالت ستادي او كومبوزيتيت قالت ان احنا نبدا بدري ونبدا ننزل بالرقم. ولو العيان ما عندوش كوموربيديتيز وما عندوش مشاكل، ممكن انزل حتى تحت الستة وتحت 5.7 في الكلام الجديد، ان انا انزل تحت خالص ايه العيان اذا ما عندوش كوموربيديتيز. طبعا لو عندي كوموربيديتيز بضطر ايه اطلع لفوق ما ظبطش البلد جلوكوز. طيب القصه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي، كل ما انت كنت التارجت عدد اكبر من الباثوجينيسيس بتاع الاومينس اوكتيت، كل ما انت بتظبط البلد جلوكوز وبتحمي وبتعمل بروتكشن. عندك الاومينس اوكتيت كل حاجه بتشتغل عليها ايه، طبعا شفت الصوره دي كتير جدا. لو انا قدرت ان انا اغطي 4 او اغطي 5 او اغطي 6، كل ما انا بغطي اكتر كل ما انا ناجح في التريتمنت بتاع العيان. طب الجزء المهم تاني ان انا محتاج اعمل امبروفمنت للسجلات الدبج الفلوزن. عمل امبروفمنت البيتا سيل فانكشن ده اندايركتلي، وعمل للانسولين سنسيتيفيتي اندايركتلي، وده كان له تاثير على النفل زي ما هوري حضراتكم بعد كده بعد شويه. كل ده حسن لي الكفاءه بتاعه التريتمنت بتاع الدايابيتس. مش مجرد ان انا نزلت البلد جلوكوز، ده انا كسبت بليوتريبك افكت على الكارديوفاسكولار سيستم وعلى رين. انا بحاول اكون سريع على قد ما اقدر عشان ما اخدش من وقت حضراتكم. طب مين الاحسن، ان انا ابدا دابا جليفلوزين لوحده ولا ابدا دابا ومع ميتفورمين؟ طبعا لو انا بدات دابا مع ميتفورمين فروم ذا ستارت، انا كسبت في الباثوجينيز بتاع الاومينس اوكتيت، خدت حاجات من هنا وخدت حاجات من هنا، وعملت بروتكشن احسن وعملت كنترول احسن للعيان بتاعي. في حته مهمه جدا في الديكلير ستادي زي ما هروح لها بسرعه كده، ان انا عندي الدابا جليفلوزين او ميتفورمين يقدر يتحط على كل المجموعات من غير اي تعارض. ما عنديش اي تعارض، حطيته مع السلفونيلوريا، حطيته مع الدي دي بفور، حطيته مع الانسولين بيقلل الدوز بتاعه الانسولين بيحسن السنسيفيتي بتاعه الانسولين، حطيته حتى ايفن مع اي حاجه من المجموعات الثانيه بيجيب لي نتائج كويسه، والافكت بتاعه على ريدكشن في جلوبين ان سي لو كان اكتر من 10 برضه بيجيب لي نتائج كويسه جدا. نخرج من الكلام ده كله وهطلع بسرعه على ديكلير ستادي. والديكلير ستادي من الستادز المهمه جدا اللي اتعملت فتره اخيره. الثلاثه ميجا ستادز اتعملوا الامباريج والكانفاس والديكلير، والثلاثه دول هم اللي بداوا يوجهوا عينينا للبروتكشن اللي بيحصل للكارديوفاسكولار سيستم. طب البروتكشن اعمله لمين؟ كنا زمان برضو من زمان قوي ده من 2015 بنتكلم على البروتكشن للناس اللي عندهم اوريدي اسوسييتد كارديوفاسكولار ديزيز. طب انا هستنى لما يجيله؟ ده انا قلت لك لما بيجيني لسه النهارده متشخص يساوي ام اي، يعني مجرد ان العيان بتاعنا بس كده، او عنده مالتيبل ريسك فاكتورز. ايه ريسك فاكتورز؟ ده مجرد ان عنده فاميلي هيستوري او بيدخن او اوبيز او هايبرتنسيف، ده ومفيش واحد سكر ما عندوش الكلام ده كله. ده احنا في القاعه دي كلها لو قلنا يطلع 90% مننا متصنفين بالشكل ده اللي هم الفيري هاي ريسك. الحته دي ان انا ابدا زوجد ولا ابدا فورسيجا، الاثنين كويسين جدا، ولكن الافضل فروم ذا ستارت فروم ماي اوبينيون ان احنا نبدا بالكومباينيشن ثيرابي. كومباينيشن بيفيدني كتير، حسن لي البلاج جلوكوز وحسن لي الانسولين سنسيتيفيتي. لو جيت اشوف الكومبيرد بالدابا او بالدي دي بي 4، ودي الكورنر ستون، دي دي بي 4 بتشغله ومدرجز الكويسه، ولكن شغاله بس على بلاج جلوكوز ملهاش اي بنفيتس. وطلعت كل الاستادز بتاعتها التيكوس والكلام ده والاستادز الثانيه بتاعتهم ما عدا الساكسا جليبتون كلهم طلعوا احنا نيوترال، لا بنفيد ولا بندور، بس جاست ان احنا نعملها كنترول شويه ليه البلاج جلوكوز. والافيكاس بتاعتهم من 6 ل 8 من 10 افيكاس ضعيفه، وبيبوتنشيت سيلف بالميتفورمين. ولكن اي بروتكشن افكت ما لهمش اي بروتكشن افكت، وان كان في بريك كلينيكال ستادز على بعض منهم. يعني يبقى انا بعمل كنترول كويس لو استخدمت كومباينيشن فروم ذا ستارت، ومحتاج ان انا اشوف البليوتروبيك افكت اللي هو الاكسترا بينيفيتس اللي احنا بنقول عليها اللي تبقى موجود. ايه الاكسترا بينيفيتس؟ ده الرحله بتاعه العيان بتاع السكر، ان هو جاي لك بالريسك فاكتورز اللي موجوده، لسه السكر ما ظهرش من 10 ل 12 سنه قبل السكر، الراجل ده عنده باثوجينيسيس، عنده انفلاماتوري ماركرز عاليه، عنده اشتعال نار تحت الرماد، وممكن تكون اخطر بكتير من السكر نفسه. والفتره دي اللي فيها هايبر انسولينيميا
بيبقى فيها ماكرو فاسكولار مانيفيستيشن كتيره جدا. وفي العنايه المركزه العينين بتوع الام اي لما بيجوا يحللوا سكر بيلاقوا 50% عندهم سكر ما يعرفوش ان عندهم سكر. فالكومبليكيشن بتظهر ايفن قبل ظهور السكر. بعد شويه من عند مشى شويه كتار قعد فتره فبيجي له مشاكل هارت فيلر وكيدني ديزيز الكارديو رينال وبعد كده الديس. الرحله بتاعه السكر في المشوار ده كله انا دوري ان انا فارمل الاماكن دي او اقدر اعمل ريجريشن شويه للكلام ده. ومش كل الدراجز لا، العائلات الوحيده اللي عملت الكلام ده طبعا جي ال بي 1 كان لها رول كبير، والجزء الثاني اللي هو السجليتو انهيبيتورز اللي احنا بنتكلم عليها سبيشال الدباج لفلوز. عايز اوري حضرتك حاجه ظريفه كده في الدكلير. الدكلير كانت طبعا كانت ميزتها ان 60% من الحالات ما يعتبرش ان كان عندهم استابليش كارديوفاسكولار ديزيز، ودي كانت حاجه مهمه عشان البرايمري بريفنشن. سكند بريفنشن خلاص كانت الامبريج حسمته بالنسبه لنا ب 99%. انما العين اللي ما عندوش وانا خايف يجيله اللي هو استخدامنا له از ايرلي از بوسيبل كانت النتائج. شوف حضرتك بدا فين الريسك اللي هو ريليتيف ريسك ريدكشن 27% بدا من امتى، ودي النقطه اللي نقف عندها لغايه النهارده. بيبدا من دي زيرو، من دي زيرو العين بيبدا يستفيد من وجود الدبج لفلوزا. اخرج بقى شويه برضو على كرونيك كيدني ديزيز وهاجي اوري حضراتكم دي ستادي احنا عملناها باشتراك في الجامعه بتاعنا مع جامعه المنصوره، وكانت عشان في 2019 كان لسه طالعين بقى السجليت وكان الجي ال بي 1 وكانوا بيتقال ان الاثنين يستخدموا في الهارت فيلير واستخدموا في الاسيسكوليتيك كارديوفاسكولار ديزيز، بس ما كناش عارفين ليه. كان بروفيسور ديفرنزو لما جه يتكلم معانا اتكلم على السيري بتاعت الكيتون بودز والكلام ده، ما كانش عندنا ديفرنشيشن نقدر نعرف مين كويس من وحش. احنا عملنا الاستادي دي عشان نعرف الفرق بين الجي ال بي 1 انالوجز والسجليت على الدليت كارديومايوباثي. ومن الاستاديز الكويسه اتنشرت في الباي ميديسن، ودي من مجله من مجلات كيو 1 وعامله سيتيشن كتير جدا. اخترنا الدابج لفلوزن واخترنا اللايراجلوتايد اللي كان موجود، وجينا نشوف النتائج قسنا كل حاجه تقريبا، لقينا ان السجليت له ابر هاند على الجي ال بي 1 في العينين بتوع الدايت كارد مايوباثي والهارت فيلير. وده كان قبل ما الجايد لاينز بسنه ونص تغير الجايد لاينز وتقول ان في الهارت فيلير نستخدم الاسجليت ما نستخدمش الجي ال 1، مالوش رول في الجي ال 1. طبعا قسنا الكلام ده كان بيزود بيحسن اكسيدتيف ستريس والفايبروزس بيعملها اتنويشن ايفن الابوبتوزس سمباثيك نيرف سيستم اكتيفيتي والانفلاماتوري سايتوكاينز. ودي نقطه مهمه جدا احنا عاملين فيس تاني دلوقتي بنشتغل عليه في الاستادي دي. في حاجه تانيه مهمه جدا ان النافلد موجود في الناس اللي عندهم هاي ريسك للديابيتس، مش عندهم ديابيتس ولا عندهم بري ديابيتس. جابنا طلبه من 17 سنه ل 19 سنه باشتراك بين جامعه الدلتا وبين جامعه هارفارد، ودي لسه منشوره من كام شهر في البريتش ميديكال جورنال. لقينا 48% من الولاد دول ما عندهمش حاجه خالص، سلام مفيش فيهم اي مشاكل. 48% منهم ما بين مودريت تو سيفير هاي ريسك للديابيتس التايب 2 ديابيتس، وفي نفس الوقت عندهم نافلد بنسبه 52% بدرجات متعدده ايفن اف 2 بالفايبروسكان. طبعا مشكله كبيره جدا، والمشكله دي محتاجه ان الدوله تتوجه اليها بشكل كبير جدا. احنا طبعا بنشتغل دلوقتي احد الحاجات اللي بتقول ان الدابج لفلوزن له افكت على المافلد. بقى دي المجموعات اللي انا بشتغل عليها بالسجليت. المجموعه الاولانيه اللي هم عندهم بريفيوس مايكارد انفكشن اكتر من سنتين، دول عددهم قليل. الناس اللي عندهم براير مايكارد انفكشن الاسيسكليتيك كارديوفاسكولار ديزيز، او الناس اللي انا عايز اعمل لهم برايمري بريفنشن اللي هم كل الناس تقريبا بتاعه الدايابيتس، وده اللي المفروض كلنا بنتوجه اليه مش الشريحه الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها ده. وده معناه ان انا اشتغل عليه از ايرل از بوسيبل. وزي ما قلت لحضراتكم ظني ان السنه الجايه ان شاء الله هنجد ان الاسجليت والميتفورمين فيرست لاين ثيرابي في العينين بتوع الدايابيتس. طب واتس اباوت السيفتي؟ السيفتي مهمه جدا في العينين دول، وكنا خايفين في الاول وبنخاف من الايوجلايسيميك كيتو اسيدوزيس اللي ما عدناش بنشوفها خلاص لان الناس فهمت والناس عرفت توظف الدراج ازاي كويس. وبرده كان دي من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هي السيفتي بتاعته في رمضان، سيفتي بتاع الاسجليت في رمضان، ودي منشوره لسه برده السنه اللي فاتت. ولقينا ان الدراج سيف جدا ويل توليريتد في رمضان، خاصه في الايام اللي احنا فيها اللي هو ما فيش فيها حر وما فيش فيها كذا وما عندناش اي مشاكل معاه في رمضان. ده اللي خلى الجايد لاينز حطته لك في كل حاجه. لو انت عندك اسوشيت كارديوفاسكولار ديزيز نحطه، لو انت عندك هارت فيلير هو اللي لازم يتحط في الكيدني ديزيز يتحط، لو العيان خايف من الهايبوجلايسيميا خايف من الويت جين، في كل الحاجات حطته لك الجايد لاينز بتاعتنا وما سابتش حاجه خالص. وقالت لك انا الهدف اعمل ريدكشن للاي 1 سي، وده رقم واحد ما نساهوش. مش هنتكلم على البياند جلايسيميك كنترول واحنا سايبين الجلايسيميك كنترول، اهم حاجه ان انا اعمل جلايسيميك كنترول الاول وبعد كده اتكلم على البريفنشن سواء برايمري او سكندري. والمهم اول برايمري احنا اتكلمنا على السكندري في الخمس سنين اللي فاتت، كل الكلام اللي جاي
على البرايمري. So it should be used as early as possible. والويت ريدكشن كل ما انا بقلل 5% من الوزن كل ما بقلل 30% من الريسك بتاع الكارديفاسكولار ديزيز في العينين دولا. شكرا لحضراتكم، وانا اسف ان انا طولت ووفرت دقيقتين يا دكتور مصباح.